مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. تراجع رياح البوارح، موجة غبار في المناطق الشمالية، طقس شديد الحرارة عموما في معظم مناطق المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. أما الأحوال الجوية المتوقعة في البداية، بنلاحظ على الخرائط التي تمثل سرعة الرياح تراجع رياح البوارح واشتداد سرعة الرياح ونشاطها في المناطق الغربية وأيضا المناطق الشمالية والشمالية الغربية من المملكة، لكن بشكل عام تتراجع رياح البوارح. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء حارة نسبيا في معظم المناطق، في الرياض أيضا حارة نسبيا، والحرارة الصغرى المتوقعة 32 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة لثلاثة أيام القادمة، أجواء شديدة الحرارة في النهار، حارة في الليل، الرياض العظمى المتوقعة 45، بينما الصغرى 32 يوم الاثنين، الثلاثاء أيضا العظمى المتوقعة 45 والصغرى المتوقعة 32، يوم الأربعاء العظمى المتوقعة 46 درجة مئوية، بينما الصغرى 31 درجة مئوية. إذن أجواء حارة إلى شديدة الحرارة في النهار وحارة إلى حارة نسبيا أثناء الليل. أما الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في بعض الأماكن، إسكاكا 38-27، عرعر 38-25، تبوك 38-24 درجة مئوية. المناطق الغربية أجواء حارة، المدينة المنورة 44-32، جدة 38-32، مكة المكرمة 45-34، والطائف 36-25 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية، الباحة 30-24، أبها غائمة جزئيا مع فرصة لسقوط زخات متفرقة 33-20، جازان أجواء حارة نسبيا 37-31 درجة مئوية. أما المناطق الشرقية أجواء حارة، حف الباطن 46-30 والإحساء 46-29، الدمام 41-29 درجة مئوية. أما المنطقة الوسطى ومنطقة الرياض أجواء حارة، حائل 41-27، بريدة 44-31، الرياض 45-32 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم، ولكم تحية طيبة من طقس العرب.